أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الإخبارية اليومية. همزة تواصل تسمح لنا بالتواصل المباشر والفعال مع حضراتكم في موضوع نطرحه معكم للنقاش، نستمع إلى آرائكم وأيضا نطرح عدد كبير من آراء المتخصصين والمسؤولين تجاه هذا الملف. في حلقة اليوم اسمحوا لنا أن نتحدث في واحد من الموضوعات التي ربما تحدثنا عنها كثيرا، نتحدث عن ملف الصناعة في مصر وكيفية إحداث نهضة حقيقية في هذا الملف. سنركز بشكل خاص على أحد المحاور المهمة في ملف الصناعة، وهنا نتحدث عن المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر والدلالات الكثيرة المرتبطة بها. كثير من تجارب الدول المتقدمة أثبتت بما لا يدع أي مجال للشك أو التردد في دعم هذه النوعية من المشروعات، إنها تمثل قاطرة حقيقية أو محور مهم جدا للنهوض بالاقتصاد بشكل عام وبالصناعة بشكل خاص وما يرتبط بها من نشاطات بشرية أخرى، سواء تجارة، تفاعلات اجتماعية مع تنوعها وتعددها. اسمحوا لنا أن نركز حول جهود الدولة المصرية في دعم هذه النوعية من المشروعات في هذه الحلقة، وبالتأكيد سنستمع إلى آرائكم ومقترحاتكم في كيفية النهوض بهذه النوعية من المشروعات. وفقط أشير قبل البداية فقرات حلقة اليوم إلى السؤال الذي نتواصل من خلاله مع حضراتكم لطرح الكثير من الرؤى والأفكار: كيف نجحت مصر في تعزيز دور المشروعات الصغيرة وأيضا المشروعات المتوسطة؟ هذا هو السؤال الذي سننطلق منه يقينا إلى الكثير من الموضوعات الأخرى، وأتمنى أن نوفق إن شاء الله بنقاشها وتغطيتها بشكل فعال. نتابع تقريرا في البداية كالمعتاد يمهد للحديث في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نتواصل مع ضيوفنا. تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة، سواء متقدمة أو نامية، نظرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم هذه المشروعات لما لها من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد المصري، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية. كما تحرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي ساهم في رفع معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة وتمكين الاقتصاد المصري من الصمود. وتعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إصدار قانون لتنمية هذه المشروعات والذي يقدم عدة حوافز مالية لهذا القطاع، ومنها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق بالنسبة لعقود تأسيس الشركات، بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات. وأطلق البنك المركزي مبادرة 5% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة باستثناء النشاط التجاري، ومبادرة 7% للتمويل المتوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات، فضلا عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إنشاء نظام الشباك الواحد وتحسين بيئة العمل ودعم ريادة الأعمال. أهلا بكم مجددا، وأدعوكم للترحيب بأول ضيوفنا لمناقشة هذا الملف الغاية في الأهمية. أرحب بدكتور محمد عبد الرحمن، مدير برامج التمويل للمشروعات متناهية الصغر بالمؤسسة القومية بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أتمنى نحرك بس ترفع صوت حضرتك عشان أسمعك بشكل أفضل، وأبدأ معك بتقييمك من حيث المبدأ لأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالنسبة لدعم الاقتصاد. لعلنا هنا يعني نعيد تذكير الناس بأهمية هذه المشروعات، ثم بعد ذلك لدينا بعض التساؤلات فيما يتعلق بجهد الدولة المصرية في دعم هذه المشروعات. تمام يا فندم، مع حضرتك الصوت كده واضح؟ تمام يا فندم، اتفضل. طيب، انا حابب اوضح لحضرتك، احنا كمؤسسة قومية احنا احد الأزرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في دعم محورية التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية للأسرة المصرية. نعم.
والمؤسسة القومية هي مؤسسة بترأسها معالي وزير التضامن الاجتماعي دكتورة نفين القباس، ويمثلها سيادة اللواء عبد الحكيم حمودة كمدير تنفيذي للمؤسسة. تمام. أسست المؤسسة القومية قطاع برامج التمويل في عام 2007 بهدف ترسيخ دورها الوطني في تحقيق الدعم الاقتصادي للأسرة المصرية من خلال تقديم الخدمات المالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الفئات المستهدفة، وده كان بجانب دورها في تقديم الخدمات التسويقية للأسر المنتجة من خلال معارضها الدائمة والموسمية منذ نشأة المؤسسة في عام 91. وده جه من خلال ايه؟ من خلال قناعتنا احنا كمؤسسة قومية بان التمويل او توفير التمويل للمستفيد هو يعد بمثابة الوقود اللي بيحرك عجلة المشروعات متناهية الصغر. وطبعا ده بسبب ان مشروعات متناهية الصغر كلنا متفقين ان هي احد ركائز التنمية الاقتصادية بأي بلد يعني. أنا كنت عايز يعني أستزيد من حضرتك إذا أذنت لنا في هذا المحور من خلال يعني تواجدك في هذا الموقع في الوزارة، لأي مدى أو كيف ترى وزارة التضامن الاجتماعي أهمية هذه المشروعات في إحداث تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، أبعاد هذه المشروعات في إحداث تغيير حقيقي في المجتمع؟ طيب، هي المشروعات دي طبعا هي تعتبر من أهم أو من أكبر اهتمامات وزارة التضامن الاجتماعي لهذا السبب، لسبب ان عشان احقق تنميه اقتصاديه في المجتمع او اعمل نهضه اقتصاديه لازم اهتم بالمشروعات المتناهيه الصغر، بجانب طبعا المشروعات الصغيره والمتوسطه. المشروعات المتناهيه الصغر طبعا دي بتمثل اكبر فئه من المجتمع المصري، وخاصه في القرى والنجوع في محافظات مصر. فكان دور المؤسسه هنا ان هي تدعم المشروعات دي من خلال انها تذلل عقبة التمويل بالنسبة للمستفيدين دول. طيب، انا اقدر اوصل للمستفيدين دول ازاي؟ من خلال عقد شراكات مع الجمعيات الاهلية اللي هي بدورها بتبقى وسيط ما بين احنا كوزارة التضامن وما بين المستفيد النهائي في المناطق النائية وفي القرى اللي بتعاني من معدلات فقر عالية. تمام. طيب، التمويل كده يعني افهم من حضرتك ضمنيا ان هو احد العقبات الرئيسه قدام هذه النوعيه من المشروعات؟ طبعا التمويل، توفير التمويل، لان حضرتك خلي بالك مش كل البنوك بتقدر توصل للقرى، وكمان بالنسبه للمستفيد نفسه مستواه هو الاقتصادي او امكانياته الاقتصاديه لا تتيح لي ان هو يقدر يتقدم لبنك ويحصل على قرض. حضرتك طبعا عارف طبعا ان في آلية معينة بيتم بيها صرف القروض للمستفيدين من خلال البنوك. نعم. من هنا كان دورنا احنا كوزارة التضامن الاجتماعي ان انا بستهدف فئة من غير القادرين على التعامل مع البنوك. تمام؟ من خلال ايه؟ ان انا بقدم لهم القرض بشروط ميسرة، يقدر من خلال القرض ده ان هو يمول مشروع متناهي الصغر في حدود مثلا 10-15 ألف جنيه. تمام. وده بهدف ايه؟ بهدف ان هو يحسن مستوى معيشته، يعني انا لما اوفر له تمويل يعمل مشروع صغير، يوفر لنفسه فرصة عمل، توفر له مصدر دخل مستدام ولائق في نفس الوقت. اقصى راس مال ممكن لهذه المشروعات بيوصل ل 15 ألف يا دكتور؟ ده التمويل، او ممكن المستفيد بيساهم بجزء من معاه، لان برضو انا ليا فئه معينه بستهدفها، فممكن مثلا المستفيد بيساهم بجزء وانا بوصل له التمويل مثلا او بساهم معاه بتمويل حتى 15 ألف جنيه. ده حد اقصى بالنسبه لدعمكم ليه يعني؟ ده حد اقصى وفقا للائحة المشروع. ده بيتوقف عليه؟ بيتوقف طبعا على اولا اللي هو عدد مرات الاقتراض، يعني هو لو هو بيتعامل معايا اول مره بديله تمويل لحد 7000 جنيه. لو مثلا سدد التمويل الاول وعايز ياخد تمويل تاني او هيتوسع بوصله له ال 10000 جنيه، ومرحله ثالثه بوصله له ال 15. تمام. هنا الوزاره بيكون لها دور في تقييم نوعيه المشروع، ولا صاحب المشروع بيعرض اي فكره؟ لا طبعا، احنا بنهتم، يعني احنا حطينا في ضوء اهتماماتنا كمؤسسه ان المشروعات، ان
ان احنا نمول المشروعات اللي هي المعنيه بتحقيق الامن الغذائي في المقام الاول. ودي بتبقى متمثله في الانتاج الزراعي والحيواني. بتستهدف برضو المشروعات الحرفيه والتراثيه اللي بتعبر عن الهويه المصريه. برضو بمول مشروعات تجاريه ومشروعات خدميه اللي بتحتاجها المناطق اللي فيها الفئات المستهدفه. دي اهم مشروعات اللي احنا بنصب اهتمامنا عليها. لكن الوزاره ما بيكونش ليها راي في مدى الجدوى من المشروع، هينجح ما ينجحش كده؟ لا طبعا لا، لا هو الموضوع ما بيتمش كده، ده بيبقى في منظومه عمل كامله. يعني انا كمشروع خدم الفقر اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، المشروع بيعمل فيه ما يزيد عن 200 موظف، تمام؟ موزعين طبعا على مستوى محافظات اسيوط وسوهاج وانا. فريق العمل بيبقى فيه مسؤول ميداني بينزل بيعمل بحث اجتماعي للمستفيد وبيتاكد من ان هو من الفئات اللي احنا مستهدفينها، بيتاكد ان هو مستوفي للشروط والمعايير لمنح القرض، تمام؟ وبناء عليه بيرشحه في الحصول على التمويل اللي هو محتاجه. طيب الموضوع بينتهي عند كده؟ لا طبعا، بيتم عقد لجنه، اللجنه دي بتنزل مع المستفيد بتشتري مكونات المشروع وبتسلمه مكونات المشروع بشكل عام. يعني ما بتسلموش الفلوس نقدا؟ لا، انا عندي برامج تانية بتمول المشروعات نقدا. بس فكره الحد من الفقر في الصعيد هي قائمه على التنفيذ العام. تمام. هو عموما فكرة الفلوس نقدا ربما برضو بتفتح باب ل يعني عدم فعالية المشروع، ربما شكل من أشكال الفساد، ربما، وصحح لي يعني. بص يا فندم، هو التمويل النقدي هو بالنسبة للمستفيد هو أيسر وأسهل. أيسر وأسهل؟ أيسر وأسهل، لأن هو حتة إن هو برضو ان انا بحطه في لجنه، واللجنه دي بتنزل تشتري مكونات المشروع وبتسلمها له، والكلام ده كله ممكن تكون بتاخد وقت شويه. بس هي على 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 مستوى قياس الاثر هي طبعا هي افضل، ان انا بتحقق ان انا اديته مكونات المشروع اللي هي ناقصاه واللي هو محتاجها فعلا، وفي نفس الوقت باجي بيبقى في متابعه ميدانيه للمشروع في خلال فتره سداد القرض. يعني في لجان بتتابع اذا كان هو اشترى الالات، اشترى المستلزمات المشروع ولا لا، مش مجرد ان هو بياخد الفلوس وخلاص. لا طبعا، بيبقى في متابعه، الاول بيبقى في زياره استعلام، وبعد كده بيبقى في متابعه ميدانيه لتنفيذ المشروع. تمام. طب علشان الصوره يعني تتضح اكتر واكتر للمشاهدين، حضرتك ذكرت ثلاث انماط من المشروعات اللي بتدعموها: مشروعات الامن الغذائي في المقام الاول، مشروعات الحرفيه والتراثيه، وايضا بعض المشروعات الخدميه. هل في امثله حضرتك في ذهن حضرتك لهذه النوعيات الثلاثه؟ والله هو اغلب يعني المشروعات اللي هي بتبقى طاغيه على او في الفئه دي من المشروعات في الانتاج الزراعي مثلا، بتبقى اللي هي الانتاج الزراعي لاصحاب الحيزات الصغيره. يعني مثلا مزارع مثلا عنده فدانين مثلا بيزرعهم. بيعمل مشروع ايه مثلا؟ ايه؟ مشروعات زي ايه مثلا حوالين النشاط الزراعي او الغذائي، الامن الغذائي؟ هو 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 مزارع بيشتغل مثلا في الارض الزراعيه بتاعته، بيحتاج مثلا مبلغ من المال ان هو يجيب معده او يجيب اله تسهل عليه عمليه الزراعه. او مثلا ان هو بيجيب، حضرتك عارف، الاسمده والتقاوي والحاجات اللي زي كده، برضو بيحتاج ان هو يوفر يوفرها من خلال تمويل. لان طبعا الدوره الزراعيه عشان خاطر هو يخلط مثلا ان هو يقدر الزراعه اللي هو اتمها وعملها دي تحقق له ايراد، بتكون دخلت في 3-4 شهور عشان يسترد اللي هو صرفه على المشروع. فمن هنا بيجي دور التمويل، ان انا بوفر له التمويل خلال مده الـ3-4 شهور دي. شكرا جزيلا دكتور، اشكرك شكرا جزيلا على التواجد حضرتك معنا وهذا الكم من المعلومات، لكي نفرد مساحه اخرى لبعض ضيوفنا لمشاركتنا ايضا في الحديث في هذا الموضوع. دكتور محمد عبد الرحمن، مدير برامج التمويل للمشروعات متناهيه الصغر بالمؤسسه القوميه بوزاره التضامن الاجتماعي.
ارحب بالاستاذ محمد رشوان الممثل الاقليمي للمنظمه الافريقيه الاسيويه للتنميه. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بسيادتك. وابدا معك تقييمك للتجربه المصريه في دعم هذه النوعيه من المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. طبعا هو يعني اولا خليني اقول لحضرتك وللساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها طيبه وبخير الحقيقه. يمكن الزميل الاستاذ محمد عبد الرحمن سبقني بالحديث عن هذا الموضوع، والحقيقه ان وزاره التضامن الاجتماعي كانت من اولى الوزارات التي قدمت الدعم للمشروعات متناهيه الصغر على وجه الخصوص، وده كان لها فلسفه في منذ الخمسينات ثم الستينات حينما اطلقت مشروعها المعروف وهو مشروع الاسر المنتجه المصريه سنه 1964، وكان الهدف الحقيقه انه تحويل بعض الفئات من متلقين للمساعدات الى فئه تقدم يعني مساهمه اقتصاديه في المجتمع وبترتفع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاسر، لانه المساعدات مهما زادت فانها لن تكفي احتياجات الاسره، وبالتالي هم دائما في حاجه الى زياده، فكان فكره مشروع الاسر المنتجه المصريه. ويعني ظلت وزارة التضامن الاجتماعي بتقدم هذه الخدمات، وكانت لها مجموعة من الركائز المهمة جدا، فكان مشروع متكامل قائم على الدعم المالي أو التمويل والتسويق والتدريب والدعم الفني. والحقيقة الأربع ركائز دول كانوا مهمين جدا، لأنه أصحاب المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة لا يحتاجون فقط الى التمويل المالي، التمويل المالي ابوابه كثيره الحقيقه ومتسعه، لكن بيحتاجوا بالاساس الى التدريب على كيفيه تشغيل منظومه العمل داخل مشروعهم واداره المشروع وتسويق منتجاتهم، سواء كان هذا التسويق تسويق محلي او تسويق بالخارج. خلينا نقول برضو ان الدور ده بتقوم بالوزاره استاذ محمد؟ الوزارة طبعا بيتبعها مجموعة من الجمعيات، هي جمعيات الأسر المنتجة موجودة في جميع المحافظات 27 جمعية، بالإضافة إلى جمعيات تنموية أخرى. هذه الجمعيات أنشأت مجموعة كبيرة من المعارض، بيتعدى معارض الدائمة والثابتة بيتعدى عددها يمكن 128 معرض على مستوى الجمهوريه لتسويق منتجات الاسر المنتجه. أي يعني التسويق بالنسبه للوزاره مقتصر فقط على المعارض، اقامه المعارض؟ ما المعارض دي المنافس التسويقيه اللي تقدر توصل من خلالها الى المستهلك، ما هو المستهلك لما يحب ان هو يعني يحصل على السلعه او على المنتج او حتى على الخدمه بيجدها موجوده في المعارض الموجوده، ففي مجموعه مع بالاضافه بقى الى معارض كبيره احنا كنا بنسميها المعارض القوميه. المعارض القوميه يعني هي المعرض الكبير اللي بيتعمل مره كل سنه او مرتين او ثلاثه، وكان اسمه معرض الاسر المنتجه المصريه، ثم تحول اسمه سنه 2006 الى معرض ديارنا. فمعرض ديارنا من المعارض القوميه اللي بتقيمه وزاره التضامن الاجتماعي، واصبح الحقيقه بتقيمه عده مرات مش في القاهرة بس، ولكن في كثير من المحافظات زي اسكندرية والساحل الشمالي والأقصر وأسوان والبحر الأحمر الغردقة، فأصبح فيه بالإضافة إلى إنه كثير من المعارض الخارجية، يمكن حضرتك يعني هو السادة المشاهدين يتذكروا وما زال يعني قائمين بهذا، إلى مهرجان الشيخ زايد التراثي بالإمارات العربية بتشارك فيه الأسر المنتجة المصرية عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض المعارض الموجودة في ألمانيا وفي الولايات المتحدة. ويمكن كمان نقول لحضرتك إن احنا شاركنا في معرض كبير جدا للحرف اليدوية موجود في الهند في ولاية هريانا، اللي هو معرض سوالاجاكوند، شاركنا فيه عدة مرات. فالحقيقة في جهد كبير مبذول سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من جهاز المشروعات، لأنه جهاز هو لعل يعني للمهمة أستاذ محمد وصحح لي، يعني من هذه المعارض هو المردود، فإذا كان لحضرتك أن تقيم المردود من هذه المعارض، هل المردود فعلا بيسمح
أصحاب المشاريع من هذه النوعية بالتسويق وعرض منتجاتهم، وبالتالي يكون في مردود اقتصادي جيد بالنسبة لهم يسمح لهم بالاستمرارية والتطوير أم لا؟ طيب خلينا نقول لحضرتك برضو أن فكرة المعارض والمترسخة في بعض الأذهان أن المعرض مكان أو منفذ تسويقي. صحيح إذا بنستغل المعرض بأنه يقوم ببيع بعض المنتجات، لكن فلسفة المعارض قائمة على التواصل مع الجمهور والتواصل مع الشركات والمصدرين. احنا بنعرض منتجاتنا او منتجات الاسر المنتجه على اساس ان هي تبقى موجوده امام كافه الاطراف، بمعنى ان يبقى فيه تعاقدات ويبقى فيه علاقات تانية بعد انتهاء المعرض. يعني المعرض ده فرصه لكل من المنتج والمستهلك، كما المستهلك بصوره عامه والمصدرين والتجار الكبار بصورة خاصة. ويعني كنا بنفرض على كل المشاركين في المعرض ان يبقى موجود معاه برشور او كتيب صغير به كل وسائل التواصل والاتصال معاه، بحيث لما حد يجي ويقدر ان هو يتواصل معاه يقدر يستوفي من المنتجات اللي بينتجها. كمان عملنا فكرة يمكن عملناها بدأناها سنة 2008 وهي فكرة التعاقدات. التعاقدات الحقيقة كنا بنعملها خاصة على المنتجات الخشبية اللي هي أوض النوم والسفرة والصالون والمطابخ وخلافه، فكنا بنعرض نموذج واحد بس وبناء عليه بيجي يعني الجمهور بيتعاقد على هذا النموذج وبيتسلم في توقيته اللي بيتفق عليه. عظيم. طبعا ده حقيقه وفر كتير جدا للمنتجين، خاصه مراكز التدريب. احنا حولنا مراكز التدريب ايضا الى مراكز انتاجيه بحيث ان هي تساهم في خفض التكاليف امام المستهلك وتقدم منتج ممتاز الحقيقه. تمام. وفي نفس الوقت بندرب الناس على هذه المنتجات. طيب إذا أذنت لنا نقترب أكثر وأكثر من المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية، ماذا عن هذه المنظمة ولأي مدى تشتبك مع هذه النوعية من المشروعات؟ المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية هي منظمة دولية تعمل على مستوى الحكومات. حكومة جمهورية مصر العربية مؤسس لهذه المنظمة منذ عام 1962، وكان بيرعاها في هذا الوقت الحقيقة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مع الهند ومع اليابان ومع كوريا ومع مجموعة من الدول. النهاردة مشترك في هذه المنظمة 33 دولة بخلاف الهيئات والبنوك الزراعية. المنظمة بتعمل في المحيط الريفي، مهمتها هي تحسين جودة الحياة وتقديم كافة المساعدات أمام قاطني الريف، باعتبار أن الريف في كل الأماكن هو الأقل حظا شوية، بالرغم من أنه هو يعني سلة الطعام للمدن ولكل المواطنين. احنا في مصر على سبيل المثال اولا احنا بنقدم من مجموعة من الخدمات. المجموعة الاولى احنا مهتمين جدا ببناء القدرات، فاحنا بندرب العاملين في الحكومة المصرية وفي مراكز البحوث المصرية، سواء كان مركز البحوث الزراعية او مركز بحوث الصحراء او المركز القومي للبحوث. شباب الباحثين بندربهم داخل وخارج مصر على تقنيات حديثة في العمليات الزراعية للنهوض بالإنتاج الزراعي. يعني خليني أقول لحضرتك أن في يعني خلال تركيز المنظمة بشكل أساسي على المشروعات المرتبطة بالزراعة والتنمية الغذائية المرتبطة بالمحاصيل الزراعية. احنا مهتمين جدا بالأمن الغذائي. والأمن الغذائي قايم على العمليات الزراعية والتصنيع الزراعي، يعني تصنيع المنتجات الزراعية وتحويلها منتجات يعني مختلفة، بالإضافة إلى رعاية وعمليات التسمين وإنتاج الألبان وإنتاج الأجبان، فدي كلها يعني متعلقة بالأمن الغذائي احنا مهتمين جدا بيها، بالإضافة إلى معاملات ما بعد التغير المناخي. فخليني اقول لحضرتك ان ده المحور الاول اللي هي بناء القدرات. احنا قدرنا ان احنا ندرب اكثر من 1000
باحث مصري داخل وخارج مصر في دول متعددة في ماليزيا وكوريا واليابان وبنجلاديش. ويمكن الأستاذ محمد عبد الرحمن وزملائه اللي موجودين في برامج التمويل في وزارة التضامن تم تدريبهم بالكامل في بنجلاديش، لأن بنجلاديش لديها أكاديمية كبرى لعملية التمويل متناهي الصغر وهي أكاديمية بارد، فدربناهم هناك الحقيقة في دورات يعني مطولة بحيث إن هم يتعرفوا على أحدث الأساليب في عمليات تقييم في عمليات التمويل وتقييم التمويل والأثر التمويلي على المستفيدين. المحور الثاني الحقيقة اللي احنا بنقدمه هو محور المشروعات التنموية. يمكن هنا في مصر قدمنا مجموعة من المشروعات زي مشروع منحة لإنتاج الألبان في قرية اسمها سهرجت في الدقهلية، بالإضافة إلى مركز لتدريب الملابس في كوم أوشين في الفيوم، ويمكن ومجموعة من المشروعات يمكن أهمها كان المشروع الأخير وهو مشروع كبس قش الرز وتحويله إلى علف حيواني، وده قدمناه في قرية النحارية في محافظة الغربية. والحقيقة هذا المشروع كان مشروع رائد لأن عملناه سنة 2006 وتوسع وكبر وأصبح الناس بتقلده، فالحقيقة ده خفف من الأثر الملوث لحرق قش الرز، بالإضافة للاستفادة من قش الرز في تحويله إلى علف حيواني كعلف مالئ مساعد مع الأعلاف الأخرى، وبالتالي بيحد من استهلاك الأعلاف المستوردة وبتستخدم حاجة موجودة هنا في مصر. اتفضل يا فندم. بالإضافة إلى المحور الثالث اللي بنشتغل عليه وهو تقديم الخبراء. تقديم الخبراء أي دولة محتاجة إلى خبير أجنبي في تخصص معين، احنا بنوفر هذا الخبير وبنتحمل كل التكاليف الخاصة به سواء كان تكاليف السفر أو الإقامة أو الإعاشة، وبيظل موجود من شهر إلى شهرين لتطوير أي عملية في تخصص ما بتطلبه هذه الدولة الحقيقة. طيب هنا يأتي السؤال الأهم، مصادر تمويل المنظمة. مصادر تمويل المنظمة، المنظمة قائمة على نفس فكرة الأمم المتحدة، قايمة على اشتراكات الأعضاء، وبالتالي احنا قايمين على اشتراكات الدول الأعضاء 33 دولة المشاركة في المنظمة، كل دولة لها حصة، هذه الحصة محسوبة كنسبة من نفس الحصة اللي بتقدمها إلى منظمة الفاو ومنظمة الأغذية والزراعة. التمويل كافي يا أستاذ محمد؟ والله التمويل ما بيبقاش كافي لأنه الأنشطة والطموح والأمل كبير جدا، فإحنا دايما بنجتمع مرة كل 3 سنين الجمعية العمومية للمنظمة، وخليني أقول لحضرتك إن إحنا في كل مرة بنرفع نسبة المساهمة علشان نقدر نوفي التزاماتنا ناحية الدول في ونحقق الأهداف اللي إحنا بنضعها. عندنا لجنة اسمها لجنة تي بي سي أو التكنيكال بروجرام كوميتي، التي بي سي دي هي بتحدد الاحتياجات كل 3 سنين وبيشترك فيها كل الدول، وكل دولة بتقول أنا محتاجة نتدرب في إيه أو نعمل مشروعات في إيه أو خبرة في إيه، فبنعمل برنامج ثلاثي لكل 3 سنين بعد الاجتماع. خليني أقول لحضرتك كمان إنه من دواعي الشرف إنه مصر هي نائب رئيس المنظمة وهي رئيسا عن قارة أفريقيا، وبيمثل مصر معالي وزيرة نبيل قباج وزير التضامن الاجتماعي. التقييم عمل المنظمة يعني بيخضع لشكل من أشكال التقييم ما تم إنجازه أو ما شابه، بمعنى أنه إذا كان المردود إيجابي وجيد فأعتقد أنه الدول لن تتأخر في تمويل أو دفع التزاماتها. طبعا هو أنا هقول لحضرتك حاجة، هو عندنا أنواع متعددة من التقييم، في تقييم ذاتي داخل المنظمة بمعنى في عندنا إدارة متخصصة بقياس الأثر اللي احنا عملناه سواء للمشروعات التنموية أو للتدريب وخلافه، فده موجود داخل المنظمة، بنعمل تقييم وبنشوف الخطط التي كانت موضوعة والأهداف وكيف تم تحقيقها، دي بتعمل كل سنة الحقيقة وبيتقدم. عندنا مكاتب الإقليمية واللي أنا بأشرف إن أنا رئيسا للمكتب الإقليمي لدول شمال وشرق أفريقيا،
بنقوم ايضا بعمليه التقييم وبنرسلها على مدى سنه وبنرسلها للمنظمه، بالاضافه الى انه في منظمات اخرى بتعمل تقييم لينا، وبالتالي احنا بنجمع كل هذه المعلومات وبيتم دراستها لمعرفة كيفية تطوير عملنا ونواحي القصور إن وجدت ونواحي التقدم وكيفية زيادتها. ففي هناك تقييم الحقيقة. خلينا أقول لحضرتك كمان إن في لجنة متخصصة، هذه اللجنة اسمها لجنة الاتصال، مكونة من 33 سفير للدول الأعضاء اللي موجودين، لأنه المقر الرئيسي للمنظمة موجود في نيودلهي في الهند. فالثلاثة وثلاثين سفير اللي بيمثلوا الثلاثة وثلاثين دولة بيجتمعوا مرة كل ست شهور في لجنة اسمها لجنة الاتصال لتقديم المشورة وتقييم أيضا لأعمال وأنشطة المنظمة. فعندنا عدة وسائل الحقيقة وعدة اتجاهات بتقوم بعمليات التقييم، بحيث أن نخرج من نتائج هذا التقييم بصنع أفضل صورة وتقديم أفضل خدمة للدول الأعضاء. عظيم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد على هذه المشاركة معنا. الأستاذ محمد رشوان الممثل الإقليمي للمنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية. أيضا نرحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا الآن، دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك دكتور شريف. أهلا بك فندم، تحياتي. إلى أي مدى هذه النوعية من المشروعات التي نتحدث عنها، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أي اقتصاد بحاجة إليها لإحداث نهضة حقيقية في أي دولة؟ يعني حضرتك لما نقرأ التجارب التنموية الرائدة في العالم زي التجربة اليابانية، التجربة الكورية، التجربة الصينية الحديثة، اعتمدت بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأن هي الحقيقة بتتميز باحتياجاتها لرؤوس الأموال بتكون مش كبيرة، وتوفيرها لفرص العمل بيكون الحقيقة توفير متميز، وبالتالي هذه المشروعات تعتبر العمود الفقري لأي برنامج لتنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة في أي دولة. نعم، التقييم لحضرتك لأداء الدولة المصرية في دعم هذه النوعية من المشروعات، إذا كان لنا نتحدث عن تقييم تجربتنا بموضوعية. بموضوعية، كويس ان سيادتك قلت بموضوعية. الحقيقة احنا لدينا اجهزة لتنمية ودعم هذه المشروعات، ولكن هذه الاجهزة حتى الان لا تقوم بدورها كما ينبغي. يعني النهاردة لا يمكن ان يكون هناك تنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون وجود خريطة استثمارية حقيقية لفرص العمل في هذا المجال على مستوى كل محافظات الجمهورية، لأن المشروعات التي تصلح في محافظات الدلتا غير التي تصلح في محافظات القناة غير التي تصلح في منطقة الصعيد. وبالتالي الخطوة الأولى هو أن يكون هناك خريطة استثمارية يتم تحديثها أولا بأول، بإضافة أفكار جديدة للمشروعات أو حذف ما تم يعني التخطيط المطلوب منه، وأيضا أن يكون هناك في نفس الوقت دراسات جدوى مبدئية حتى يستطيع المستثمر الصغير أن يأخذ قراره في الدخول في هذا المشروع من عدم. الدولة أيضا بتوفر حزم تمويلية متميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن إذا نظرنا نجد أن هذه الحزم كثير من المشروعات الكبيرة، إن كلمة تعريف مشروع صغير أو متوسط حقيقة محطوط بطريقة، أنا يعني لما نقول إن رأس المال 5 مليون جنيه ده مشروع صغير، كيف يأتي هذا يعني؟ وبالتالي أنا بتصور أنه يجب الأول عمل الخريطة الاستثمارية. معلش يا دكتور، لأنه اللي حضرتك قلته ده مهم، التعريف ده بناء على إيه؟ أو إيه المرجعية؟ المرجعية البنك المركزي المصري هو اللي عامل الكلام. لكن ما فيش معايير عالمية أو دولية بتحدد؟ لا ما فيش كلام من خالص. وحتى سيادتك في المقدمة قلت اللي هو متناهية الصغر. متناهية الصغر دي اللي هي الحاجات المشروعات، أنا مش شرط نقول الصناعة المشروعات، يعني خلينا نقول في سوق الخضار
الست اللي بتبيع خضار او فيل او اسمه ايه ده الجرجير حتى الخضروات العاديه دي، ده عاده بيكون هناك دعم ليهم، بيكون راس مالها كله بتشتغل 200 300 جنيه وبيقولوا ناخد كام 200 300 ضعف نشاطك وهناخد اللي اخدتيه ده على مدار سنه و50% من ربح الدعم الاضافي اللي احنا بنقول. وبالتالي فلسفه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الجديه للاسف هي مش موجوده، الاضحاءات التمويليه موجوده ولكنها ليست موجهه التوجيه الصحيح، وبالتالي ده بيعتبر قصور في اداره هذا النشاط الاهم والمهم جدا في الدوله المصريه. طيب توفير هذه الخريطه بالبيانات او القاعده الاساسيه بالبيانات اللي حضرتك اشرت اليها، انه الى اي مدى كل محافظه تتميز في نوعيه بعينها من المشروعات، الى اي مدى اصبح لدينا ضروره اعاده تنقيح بعض المشروعات والاستغناء عن بعضها الى اخر كل ما اشرت اليه، هذه القاعده من البيانات بالاضافه الى ما اشرت اليه مؤخرا وهي نقطه في غايه الاهميه لعل حضرتك اوجزتها في لفظ فلسفه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، ما الجهه المعنيه بالعمل على هذه المحاور؟ أنا بتخيل أن هذا النشاط يجب أن يكون إدارته إدارة لا مركزية من خلال المحافظات، يعني كل محافظة يتم إنشاء جهاز لرعاية وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستعين من داخل ومن خارج المحافظة بالمكاتب الاستشارية المحترمة والمحترفة لعمل أول خارطة الاستثمارية الخاصة بالمحافظة، ثانيا لإدارة هذا النشاط، دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنه بناء على عمل خريطة استثمارية حقيقية بأفكار مشروعات دراسات جدوى مبدئية بتوضح رؤوس الأموال المطلوب، يتم أيضا توصيف الحزم التمويلية اللي ممكن أن تنجح وكيف يتم منحها. أنا بتخيل أنه آن الأوان الآن بدل من أن يكون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال كل الجهاز المصرفي، لا يتم إنشاء البنك المصري لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في رأس مال هذا البنك البنوك الكبرى في مصر العام والخاص، وأن يكون له فرع في كل محافظة ثم فرع في كل مركز داخل كل محافظة، لأن النهاردة الوصول لل المستهدفين من هذا النشاط الوصول التمويلي، الوصول التأهيلي والتدريبي، عمل مراكز تدريب يكون من أنشطة هذا البنك، أيضا تمويل وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب المهني تأهيل الموظفين لعمل مشروعات أو للعمل في المشروعات المختلفة، تدريبهم لإدارة الأنشطة المرتبطة بالإدارة والتسويق وقراءة القوائم المالية وكيفية إعدادها والاستفادة منها، كل ده هو ده اللي يكون في يوصل في النهاية إلى النتائج مرجوة، ثم يتم عمل مسابقة ما بين المحافظات كلها على مستوى الجمهورية، ويتم تكريم المحافظات اللي نجحت بسيد الرئيس الجمهورية يحضر مؤتمر كبير نهاية كل عام وتكريم أهم خمس محافظات نجحوا في تطوير نشاط الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإعطاء جوائز تحفيزية ودعمهم تمام بمشروعات لكن إضافية. يعني مسألة الجوائز من عدمها إذا ذنت لي، يعني ربما تأتي لاحقا بعض النقاط الجوهرية اللي حضرتك تفضلت بطرحها في البداية، يعني هذه الأمور ربما تأتي لاحقا، أتمنى أنه ما طرحته يعني يصل إلى من يهمه الأمر لإعادة تقييم الاهتمام بهذه النوعية من المشروعات الغاية في الأهمية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور على هذه المشاركة معنا، دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. الشكر موصول دائما لحضراتكم، أرجو أن نكون قد وفقنا في مناقشة هذا الموضوع، لكن أعتقد أنه الحديث عن هذه النوعية من المشروعات سيبقى حاضرا معنا في الكثير من المناسبات لأهميتها إلى أن نصل حقيقة إلى طفرة اقتصادية كبيرة أو نهضة صناعية حقيقية. أشكركم وغدا بإذن الله تعالى تجدد اللقاء، موضوع جديد نطرحه للنقاش وللتواصل معكم في همزة وصل. إلى اللقاء.